وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاعتيادي يوم الاثنين الماضي برئاسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكره اللجنه الوزاريه للشؤون الماليه والاقتصاديه والتوازن المالي بشان زياده راس مال بنك الاسكان المدفوع الى 250 مليون دينار لتنفيذ خطه البرامج التمويليه الاسكانيه الجديده. توفير افضل واجود الخدمات الاسكانيه الملائمه للمواطنين لضمان استقرارهم وتحقيق سبل العيش الكريم هذه هي الرساله التي ترعاها وزاره الاسكان والتخطيط العمراني منذ انشائها في سبيل توفير المطلب المعيشي الاول لدى المواطن الذي توجه له جميع الخدمات الاسكانيه من خلال تيسير سبل الحصول على السكن الاجتماعي الملائم وتقديم خدمات اسكانيه ذات جوده عاليه لتوفير بيئه مستقره للاسره البحرينيه ولأن الملف الإسكاني كان ولا يزال يتصدر أولويات برامج الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الاثنين الماضي على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن زيادة رأس مال بنك الإسكان المدفوع إلى 150 مليون دينار لتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة والتي تهدف الى تقليص قوائم الانتظار من خلال تشجيع المواطنين من ذوي الطلبات الاسكانيه على اختيار احدى الخدمات الاسكانيه الجديده التي توفر الوقت والانتظار من خلال توسيع انواع وامتيازات الخدمات التمويليه منها تمويل الشراء وتمويل البناء، وتمويل الترميم، وبرنامج تسهيل، بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدمها برنامج مزايا بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية. مسيرة الإسكان شهدت العديد من التحولات على مدار العقود الماضية وكانت السمه البارزه لتلك التحولات هي مساعي تنويع الخيارات الاسكانيه امام المواطنين من خلال تنويع خدمه التمويل الاسكانيه وتوفير خدمات القسائم والوحدات والشقق السكنيه فضلا عن زياده معدلات تنفيذ المشاريع الاسكانيه سواء على صعيد المدن او المجمعات او مشاريع امتداد القرى إلى جانب تطوير السياسات والتشريعات الإسكانية لتوسعة قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تتماشى مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق ببناء مدن مستدامة وآمنة.